ورحمة الله وبركاته. في الصحيحين عند البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لنا بشرى تحفة هدية والله إن أعظم من الدنيا وما فيها، وإن يوصيكم بها قض بها نهارك، اذهب بها همومك وغمومك وأحزانك، صرح بها صدرك، والله علاج، وإنها دواء للسحر والحسد والغم والهم والكرب، أعظم علاج. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك ومن الساجدين. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام، اسمع الترغيب الآن في أسلوب شائق، أسلوب عظيم يحبب لك الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، اسمع البلاغة يا أخي، ألف في هذا الحديث كتاب ألفه بن ناصر الدمشقي وحققه الشيخ محمد بن ناصر العجمي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ميزان الله، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قض بها نارك فيها صعوبة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا